بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي بناتي تلاميذ وتلميذات الصف الخامس الابتدائي على قناة محمد عبدو للترم الأول مع مادة الرياضيات النظام الجديد الفصل الدراسي الأول، ولقائنا من خلال كتاب التلميذ ودليل المعلم مع المحور الثاني العمليات الحسابية والتفكير الجبري والوحدة الرابعة بعنوان القسمة على أعداد صحيحة والمفهوم الأول من الوحدة الرابعة بعنوان استخدام النماذج في عملية القسمة. ولقائنا النهاردة مع الدرس الأول من الوحدة الرابعة بعنوان فهم عملية القسمة. تعالوا بينا مع بعض نشوف أفكار درسنا إيه وإزاي هنشتغلوا مع بعضنا. درسنا هيبدأ في عمليات القسمة، وسبق لنا طبعا إن احنا درسناها قبل كده في سنة رابعة، لكن كالعادة بنأكد على الفهم اللي فات وبنضيف فكر بسيط جديد كتمهيد للموضوعات الكبيرة اللي احنا هنتعرض لها. برضو عايز اذكر حبايبي اللي اول مرة يشوفوا الفيديو، معلش في فيديوهات مختصرة سريعة لمفاهيم الدروس بس، ودي على قناتي معلم الرياضيات، دي قناة للترمين من كيجي الى تالت اعدادي، دروس ومراجعات هتلاقي الرابط بتاعها في علامة الاي اللي بتمر كل شوية وفي صندوق الوصف اسفل الفيديو، بالاضافة لاول تعليق مثبت، كل دول فيهم الروابط، بالاضافة كمان للصور بتاعة شاشة النهاية اللي في اخر دقيقة من الفيديو، في ثلاث صور هتلاقيهم. الصورة الأولى اللي هنا لو ضغطت عليها هتدخل على شرح الدروس بتاعنا ده بالترتيب، هتختار الدرس اللي انت عايزه وتضغط عليه تتفرج عليه، يعني مش هتتنقل من على الفيديو، بمجرد ما هتضغط على صورة أو على رابط من الروابط هتتنقل لأي قناة، سواء إذا كانت براعم مبدعة للترم الثاني، دروس ومراجعات الترم الثاني، لكن قناتنا محمد عبدو دي للترم الأول، وقناة مبدعون قناة جديدة ديسكفري وكرتوني جميلة جدا تعجبكم، برضو هتلاقي كل ده في الروابط ده، بالإضافة لأن جنب عنوان الفيديو هتلاقي اسم قناتي للترم الثاني براعم مبدعة، لو ضغطت عليها هتدخل على القناة على طول لو عايز القناة نفسها عشان تشترك فيها وتشوف ايه الدروس اللي موجودة فيها للترم الثاني، طبعا لسه الصف الخامس ما نزلتش، بالإضافة لقناة معلم الرياضيات برضو هتلاقيها جنب عنوان الفيديو. الصورة اللي هنا لو ضغطت عليها هتدخل على دروس الكتب الخارجية ومراجعتها، 43 فيديو أنا منزلهم، ده بالإضافة بقى للصورة اللي في النص اللي لو ضغطت عليها هتدخل على المفاهيم بتاعتنا اللي على قناة معلم الرياضيات. معلش أنا أسف للإطالة، بس عشان خاطر اللي أول مرة يشوف الفيديو يبقى عارف إيه الشغل اللي إحنا شغالينه وشغالين ازاي، يعني مكتبة على اليوتيوب للرياضيات. اللي عايز الترم الاول يلاقيه على قناتي محمد عبدو، اللي عايز الترم الثاني يلاقيه على قناتي براعم مبدعة، اللي عايز الترمين مع بعض هيلاقيهم على قناتي معلم الرياضيات، اللي عايز كرتون وديسكفري هيلاقيهم على قناة مبدعون. تعالوا نشوف هدفنا ايه من درسنا النهاردة. هدفنا ان احنا نشرح معنى عملية القسمة في المسائل الكلامية اللي بنتعرض لها. في استكشف بيقول لي اكتب وحل، اختار 3 من الاعداد المعطاة قدامك دي وكون منهم معادلة قسمة. ممكن تستخدم كلمات او رسوم او مخططات او الاعداد عشان تثبت صحة معادلة القسمة. طبعا انا عندي اعداد كبيرة واعداد صغيرة، فممكن اتعامل معاها كعملية قسمة، يعني اقسم مثلا 100 على 25 تطلع لي 4، او 100 على 4 تطلع لي 5، 100 على 4 تطلع لي 25، او 100 على 4 برضو عندي 28 على 4 بتديني 7، 28 على 7 تديني 4، 14 على 2 تديني 7، 14 على 7 تديني 2، 20 برضو على 4 تجيب 5، على 5 تجيب 4، 35 على 7 تجيب 5، على 5 تجيب 7. كل دي مسائل في تحطها في معادلات قسمة زي ما يعجبك. ناخد أمثلة لهم سريعة كده، بنقسم 35 على 7 تديني كام؟ تديني 5، برضو أقسم 20 على 5 تديني 4، بختار التلات أعداد المقسوم والمقسوم عليه وخارج القسمة من نفس الأعداد بتاعتي، 28 على 4 تديني 7، 100 على 25 تديني 4، وهكذا بالمسائل بالفكر ده. هنتنقل لعملية تانية، إن احنا نعرف عملية القسمة.
بيقول لي اقرا المسائل التاليه واكتب معادله وحدد المقسوم والمقسوم عليه وخارج القسمه وباقي القسمه، وبعد كده اعمل نموذج لكل مساله من المسائل اللي جايه لك في التمارين بتاعتنا اللي هنشتغلها 4 مسائل. تعال الاول نعرف يعني ايه عمليه القسمه، واهم حاجه ان احنا لازم نكون عارفين المفاهيم بتاعتنا ونشوفها شكلها ايه. يعني انا دلوقتي لو حبيت اعمل مسألة قسمة، قبل ما اعمل مسألة قسمة لازم نكون فاهمين مفاهيم المقسوم والمقسوم عليه وخارج القسمة وباقي القسمة. طبعا واضح من اسمائهم، ده بيوريني لقطة كده لمتجر بيع الفواكه اللي هنتعامل معاه من خلال المسائل بتاعتنا التلاتة اللي موجودين هنا. طيب تعال نشوف التعريفات دي الاول بتقول ايه. انا لو عندي عملية قسمة، يعني أنا بعمل عملية تقسيم لأجزاء أو لمجموعات متساوية، خدوا بالكم لمجموعات أو لأجزاء، فبالتالي دي تعريف عملية القسمة باختصار شديد. يعني عملية تقسيم، قسمة يعني تقسيم، أقسم لإيه؟ أقسم لأجزاء أو لمجموعات تكون الشرط بتاعها إنها تكون متساوية. طب ده تعريف القسمة. طب المقسوم، المقسوم واضح من اسمه اللي هو انا بقسمه، العدد اللي بيتم تقسيمه، تمام كده. طب والمقسوم عليه هو العدد اللي انا بقسم عليه، تمام. خارج القسمة هو ناتج القسمة، هو الإجابة بتاعت مسألة القسمة. طب باقي القسمة هي القيمة اللي فاضلة بعد ما قسمت بالتساوي، في فاضل جزء ده بقول عليه باقي القسمة، اللي هي القيمة المتبقية غير الكافية عشان تكون مجموعة متساوية أخرى. طب تعال نشوف الكلام ده كمثال عندي. ادي مسألة قسمة 17، عايز اقسمها على 3 اشخاص مثلا، كل واحد هياخد 5. كده انا وزعت كام؟ وزعت 15. عرفت منين؟ رجعت ضرب، قلت 4 3 في 5 بكام، او 5 في 3 بكام؟ ب15. لكن دول كام؟ 17. يبقى الباقي عندي 2. طب فين هو الكلام اللي بيقوله المقسوم والمقسوم عليه وخارج القسمة وباقي القسمة؟ بص كده معايا، ادي المقسوم اللي انا بقسمه هو 17. طب وادي 3 اللي هي مقسوم عليه، تمام، وادي 5 اللي طلعت هي خارج القسمة، وادي 2 اللي طلعت في الباقي اللي فضلت معايا في الباقي بتاع المسألة، تمام. اذا فهمنا يعني ايه مقسوم ويعني ايه مقسوم. بالبلدي كده لما اجي اعمل عملية قسمة ببساطة شديدة جدا، علامة العلى دي معناها فيها كام. يعني ايه فيها كام؟ يعني بقول 17 فيها كام؟ 3 فيها 5. 5 ايه؟ 5 3، يعني 3 و3 و3، خدتوا بالكم معايا؟ اذا فيها كام دي هتحل لك مشاكل كتير جدا لمسائل انت مش عارفها، لما تنطقها هتسهل عليك الموضوع. يا 17 فيها كام؟ 3 فيها 5 3، فاضل لي ايه؟ فاضل لي 2، تمام. طب تعالى كده نقسم 18 ثمرة برقوق بالتساوي على 3 اكياس. خدوا بالكم هنا الاكياس بتمثل مجموعات، وبالتالي هنا الاكياس محددة، وعايز اعرف ال 18 ثمره هحط في كل كيس كام، كل مجموعه هحط فيها كام. فاكرين في سنه اولى لما درسنا المجموعات والعناصر، وكل مجموعه بتبقى في داخلها عناصر، بالظبط كده ده اللي احنا هنتعامل معاه دلوقتي. تعال نشوف ال 18 ثمره لما نيجي نعبر عنها من خلال رسومات عشان تفهمني المساله بتاعه ال 18 ثمره برقوق، لما اقسمها بالتساوي على 3 اكياس هعمل عندي مخطط كده بالشكل ده، والمخطط بتاعي ده هقول عليه انه عباره عن مخطط شريطي. ده مخطط شريطي. طب انا عندي ايه؟ عندي 3 اكياس، يعني 3 مجموعات، تمام كده. بوزع عليهم كام؟ بوزع عليهم 18. يبقى انا محتاج ايه دلوقتي؟ محتاج اعرف عدد العناصر اللي في كل كيس او في كل مجموعه. لما تقسم ال 18 على الثلاثه بتاعتي اللي هي 3 اكياس هيديني 6. 6 دي بتاعت ايه؟ بتاعت البرقوق اللي موجود في كل كيس، اللي هو العناصر اللي في كل مجموعه. هنا 6 وهنا 6 وهنا 6، تمام.
طب برضو هنسأل فين المقسوم والمقسوم عليه وخارج القسمة وباقي القسمة. طبعا هنا المسألة لما قسمت ما فضلش باقي، لان هما 18 اتقسموا الى 3 ستات 6 6 6 وبالتالي اصبح ما فيش باقي. اذا باقي القسمة ده مش موجود عندي في المسألة دي، لكن عندي ايه بقى؟ عندي المقسوم اللي هو 18، وعندي اللي بقسم عليه اللي هو الثلاث مجموعات، وطلع الناتج اللي هو 6 اللي هو العناصر اللي بداخل كل مجموعة. تمام، فهمنا المسألة بالطريقة دي. طب كلام جميل، لما اجي المسألة تانية واقول نفس الكلام، انا عندي 18 ثمرة برقوق في اكياس ما اعرفش عددها، يعني اذا انا ما اعرفش عدد الايه المجموعات بتاعتي معايا، ما اعرفش كم كيس، كل كيس بيحتوي على 3، معلش اسف 3 اختفت من تحت، على 3 ثمرات. اذا الكيس فيه 3 ثمرات، يعني عدد العناصر انا اعلمه لكن ما اعرفش عدد الاكياس، يعني مش عارف المجموعه، اذا المجموعات كام يعني. وبالتالي هنشوف المساله لو رسمناها هنرسمها بالشكل ده، كل كيس هحط فيه 3 برقوقات. طب انا عندي كم كيس؟ عندي كم مجموعه؟ انا مش عارف. طب انا بقسم ايه دلوقتي؟ انا بقسم ال 18 على 3، عايز اعرف فيها كم 3، فيها كم 3 هنا بقى بتعبر على المجموعات، يعني الستة دي هنا، شوف الستة هنا كان ايه شكلها والستة هنا كان ايه شكلها، الستة هنا كانت عناصر داخل المجموعات، يعني انا كنت هنا المعلوم عندي عدد المجموعات واللي انا جبته هو عدد العناصر في كل مجموعة، هنا العكس، المعلوم عندي اللي في كل عنصر في كل مجموعة اللي هو الثلاثة اللي في كل مجموعة، لكن ما عرفش كم مجموعة، ما عرفش كم كيس، هنضطر نحسبها، هنلاقيها 6، يعني معناها ان انا عندي 6 اكياس بالشكل اللي قدامي ده، او 6 مجموعات قدامي كل مجموعة فيها 3، وبالتالي هتديني 18، وهيفضل مفيش باقي عندي، هيصبح عندي المقسوم هو 18 والثلاثة اللي هي الثلاث مجموعات، اسف الثلاثة هي عدد العناصر اللي في كل مجموعة، وعايز اعرف كم مجموعة طلعت عندنا 6، ده خارج القسمة، المسألة دي ما فيهاش باقي. تمام، وبالتالي لما بضرب خارج القسمة في المقسوم عليه هيطلع المقسوم على طول زي دي برضو، لكن هنا لما بضرب المقسومة الخارج القسمة في المقسوم عليه وضيف عليهم الباقي بيطلع المقسوم بتاعي. الكلام ده هنكلمه بعد كده بالتفصيل في خطوات جاية، لان ده تمهيد جميل جدا للقسمة بتاعتنا عشان نقدر نميز بين التوزيع على مجموعات معلومة، واخدين بالكم، وعايز اعرف العناصر هي المجهولة زي المسألة الأولانية دي، وهنا بقسم ال 18 بتاعتي على 3 معلومة اللي هي العناصر اللي في داخل كل مجموعة، وعايز أعرف عدد المجموعات، إما يكون المعلوم عندي العناصر وعايز أعرف المجموعات، وإما يكون المعلوم عندي المجموعات وعايز أعرف العناصر، وبعبر عنها بالأشكال دي. خد بالك من دول كويس جدا عشان هنلعب لعبة بعد شوية، واللعبة دي هنستخدم فيها حاجة من الاتنين، يا إما المجموعات يا إما العناصر، على حسب إيه ما تشوف أنت المناسب للمسألة اللي هتتعرض لها في اللعبة بتاعتك. طب في قصة تانية، موضوع تاني، بيقول لي سعر القبعة الحمراء، يعني برنيطة كده على دماغنا، 400 جنيه، القبعة ب 400 جنيه، والسعر ده 4 أضعاف سعر القبعة الزرقاء، يعني بكام يا عمي الطاقية الحمراء دي او البرنيطة الحمراء دي ب 400 جنيه؟ طب انا عايز واحدة زرقاء. هيقول لي خد بالك ان ده تمن الحمراء قد تمن الزرقاء 4 مرات، قد تمن الزرقاء 4 مرات. عايزين نعرف هو ما قاليش الزرقاء بكام، هو قال لي احسبها انت. يبقى انا هنا ببتدي افكر هعمل ايه دلوقتي. انا هاخد الاربعة بتاعتي دي واوزعها على 4 اجزاء، على 4 مجموعات. شوف بقى هنا المعلوم المجموعات 4، وبالتالي هقول 400 بتاعتي بالشكل ده متوزعة على 4، يعني دي القبعة الحمراء ودول القبعات الزرق. طب كل واحدة بكام؟ بتتم عملية قسمة، بقسم 400 بتاعتي على 4 عشان اشوف كل عنصر، العنصر هنا بيمثل كل قبعة زرقاء،
وبالتالي هيطلع لي 100. اذا كل واحده من دول ثمنها 100. اذا كان المعلوم في المساله دي مع ان صيغتها مختلفه تماما عن اللي فوق، المعلوم فيها عدد المجموعات، لكن ما اعرفش كل عنصر كل مجموعه فيها كم عنصر. عرفت دلوقتي ان هو 100، يعني كل قبعه زرقاء ب 100، وبالتالي ال 400 هي المقسوم عليه، ال 400 هي المقسوم، والاربعه هي المقسوم عليه، وال 100 هي خارج القسمه اللي هو عدد العناصر في كل مجموعه، اللي هو هنا بقى يعتبر عدد القبعات في كل مجموعه سعرها قد ايه. عدد القبعات اربعه اللي هم المجموعات، كل قبعة بكام، ده العناصر بتاعة كل مجموعة زي ما شفنا قدامنا. طيب أصلني كده يعني استوعبنا الموضوع. تعال نشوف بقى لو اتكلم بطريقة تانية. قال لي نفس المسألة بس ادها صياغة تانية. قال لي ايه؟ القبعة الحمراء ب 400 جنيه زي ما احنا عرفنا، والقبعة الزرقاء ب 100 جنيه. طب يا ترى كام ضعف بيساوي سعر القبعة الحمراء بتاعتي؟ كم ضعف هنا بتعبر على كم مجموعة؟ يعني معناها ان انا عندي عندي خدوا بالكم ال 400 موجودة، ال 400 موجودة اللي هي بتمن القبعة الحمراء، وواحدة بس من الزرقاء ب 100. يا ترى كم 100؟ يعني كم مجموعة هيدوني، او كم او كم سعر، قصدي كم قبعة زرقاء هشتريها؟ دول كام؟ دول أربعة، وبالتالي جابت لي الإجابة أربعة، يعني أربع قبعات. يبقى لما يسألني كم ضعفا يساوي سعر القبعة الحمراء، كم ضعف؟ أربع أضعاف، اللي هم أربع قبعات. شفنا الصياغة بين المسألة اللي فاتت وبين المسألة دي، الأعداد 400 ومية واربعة، وتعاملنا معاهم مرة ان المعلوم عندي عدد المجموعات، ومرة تانية هنا معلوم عدد المجموعات، وقصدي السعر او العنصر العناصر اللي في كل مجموعة، والمطلوب عدد المجموعات. هناك كان عدد المجموعات معروف اربعة، لكن كل مجموعة فيها كم عنصر هو ده اللي جبناه، وبالتالي يبقى ال 400 هنا هي المقسوم، وال 100 هي اللي بقسم عليها بشوف كم 100 عندي. طلعوا اربعه اللي هم اربع ايه؟ اضعاف زي ما شفنا، وبالتالي يبقى ناتج القسمه او خارج القسمه هو اربعه. تعالوا بقى نشوف قصه اللعبه بتاعتنا اللي احنا هنلعبها، عباره عن ان انت هتمثل عمليه القسمه، هتلعبها انت وزميلك، سواء اذا كنت في البيت مع ماما او مع حد من اخواتك، او اذا كنت في الفصل مع زميل من زمايلك. بنعمل مجموعتين من البطاقات، المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه، كل واحده فيها سته من المسائل بتاعتنا. بتقرا المساله وبترسم نموذج يعبر زي النموذج اللي احنا رسمناه فوق ده كده لكل مسألة، سواء اذا كنت بقى انت عايز عدد مجموعات او عايز عدد العناصر اللي في كل مجموعة، بتحدد وتكتبه هل هو اللي انت هتختاره عدد مجموعات ولا عدد العناصر اللي في كل مجموعة، وبتكرر الكلام ده لغاية ما تنتهي البطاقات. هيتوزع عليك البطاقات بتاعت المجموعة الاولى وعلى زميلك بطاقات المجموعة التانية بالشكل ده، دول ست مسائل ودول ست مسائل، انت هتاخد مجموعة، زميلك هياخد مجموعة، لكن دول هيكونوا متقصقصين، يعني هياخد ست بطاقات وانت هتاخد ست بطاقات. ممكن جدا تلاقي مسائل هنا ومسائل هنا شبه بعضها، وبالتالي يعني تحاول ان انت تستخدم البطاقة على اساس هل الخمسة دي هتكون خمس مجموعات ولا خمس عناصر في كل مجموعة، على حسب ما انت عندك المقدرة تعملها. طبعا انا افضل انها تكون مجموعات، لان الناتج هيطلع عندي 61 مثلا، يعني عدد كبير جدا، وبالتالي انا لما اقول ان خمس مجموعات يبقى كل مجموعة جواها 61 عنصر، اسهل من ان انت تعمل 61 مجموعة. خدتوا بالكم من الفكر ده؟ برضو نفس الكلام في المسألة اللي بتكون كبيرة بالشكل ده،
دايما الافضل في المسائل اللي فيها المقسوم عليه. خدوا بالكم هنا المساله جت من اليمين الى الشمال مش قضيه، لان دي معادلات، والمعادلات زي ما بقول 5 زائد 6 بتساوي مثلا 11، ممكن اقولها 11 بتساوي 5 زائد 6، فمش مشكله للمعادلات ان انا اكتب من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. انا تعمدت اجيبها لك كده عشان تاخد بالك، والكلام ده سبق كلمنا فيه كتير جدا في سنه رابعه، انك تبدا من اليمين للشمال او من الشمال لليمين في المجموعات مش قضيه، لكن المطلوب هنا هو النواتج. يا ترى الناتج هنا المطلوب ايه؟ هنا مثلا عدد العناصر، فانت بتكتب عدد العناصر وبتخلي زميلك يحلها. برضو نفس الكلام، الفكر معاك ومع زميلك لغايه ما تخلصوا وتشوف اللي جاب الاجوبه صح بالرسومات بتاعتها او النماذج بتاعتها اللي استخدمناها بتاعت النموذج مخطط الشريطي، على حسب ما تشوفوا في المسائل وفي التوزيع بتاعها، وتلعبوا لغاية ما توصلوا للنهاية وتشوف اللي طلع أجوبة كاملة صحيحة أكبر من زميله يكون هو الفائز. بعد كده هنتنقل لفكر تاني اللي هو الكتابة عن الرياضيات. اقرأ مسألة القسمة وحط دايرة على النموذج اللي بتعتقد ان هو الأفضل نموذج لتمثيل المسألة. يعني نوضح المسألة بتقول ايه. بتقول في مصنع للحديد تقدم 327 شخص عشان يشتغلوا في وظائف جديدة، في عمل جديد. هيحتاج المصنع الى ان هم يوزع المتقدمين دول على 6 غرف، واخدين بالكو، على 6 غرف عشان يقعدوا ويملوا البطاقات بتاعة التقديم بتاعتهم. عايزين نعرف عدد الاشخاص اللي في كل غرفة. يا ترى هل ال 327 دي هتمثل ايه عندي؟ هتمثل المقسوم ولا المقسوم عليه ولا خارج القسمة؟ لا طبعا ده اللي انا بقسمهم الاشخاص. طب والستة دي؟ ده 6 غرف. اذا المعلوم عندي ايه؟ هو عدد المجموعات اللي هو 6 غرف. طب هل هنا العدد معلوم؟ لا ده حاطط لي نقط هنا، ده هنا بيقول لي ايه؟ انا عايزك تقول لي ال 327 فيهم كام 6؟ فيهم كام 6 هنا؟ هنا الستة دي اتقلبت للأشخاص، إن أنا هقعد 6 في مجموعات، طبعًا هتبقى المجموعات كبيرة جدًا زي ما قلنا شوية في المسائل الكبيرة اللي هنا، لكن هنا أسهل لي لأن هم 6 غرف متحددين، المجموعة متحددة عددهم 6، 6 مجموعات هم قدامي، عايز أعرف بقى في كل واحدة من دول هيقعد كام متقدم او كام شخص فيها، وبالتالي يبقى الانسب ليا ان انا اختار دي لانها هتبقى اسهل جدا من ان انا اتعامل معاها. طبعا هيفضل في باقي مش مشكلة، لكن المهم ان هيبقى عندي هنا في 6 غرف، وادي 6 غرف ومحتاج كل غرفة فيها كام، يعني انا هقسم دي على دي. هو مش طالب الاجابة كام، لكن هو بيقول لي بس فكرة انك تعمل النماذج هتبقى شكلها ازاي، انسب لك انك تعملها بالشكل ده ولا انسب لك انك تعملها بالشكل ده. الستة هنا بتمثل غرف مش بتمثل عناصر اشخاص، لا، وبالتالي مش هحط كل 6 في غرفة، لا ده انا عندي 6 غرف، وبالتالي تبقى الاختيار هو لرقم الف، هي الاجابة المناسبة للمسألة بتاعتي. ارجو ان انتوا تكونوا استوعبتوا الموضوع عشان تدخلوا معايا سنة سنة ببساطة في موضوع القسمة، ونستفيد منه ان شاء الله ونستوعبه كويس لغاية ما نقسم على اعداد كبيرة ونتعامل مع القسمة باعداد كبيرة. بكده حبايبي يكون وصلنا لنهاية لقائنا. زي ما قلنا من شوية، صور شاشة النهاية هتنزل لك بعد شوية، دي للدروس اللي شغالين عليها، دي لدروس الكتب الخارجية بمراجعتها، دي المفاهيم اللي في قناتي معلم الرياضيات، ده بالإضافة للآي اللي هنا اللي بتمر كل شوية برابط من الروابط، صندوق الوصف في كل الروابط، أول تعليق مثبت في كل الروابط، بالإضافة لعنوان او اسم قناتي للترم الثاني براعي المبدعة وقناتي للترمين معلم الرياضيات، احطهم لك جنب عنوان الفيديو، بمجرد ضغط عليهم تدخل على القنوات وتتفرج عليها، ويسعدني اشتراكك في قنواتي وتفعيل الجرس عشان تضمن اي فيديو ينزل
يجي لك اشعار بيه، وبكده وانت على الفيديو توصل لاي قناة ببساطة شديدة، يا اما ضغط على جرس، يا اما على رابط، يا اما ضغط على صورة. ويسعدني تعليقاتكم وكلماتكم الطيبة اللي بتعلقوا بيها، وتحت امركم في اي استفسار محتاجينه. وبكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا مع درسنا، والى اللقاء مع الدرس التالي، مع اطيب تمنياتي بالتفوق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.